رفع النجمي، دخلت مجال التمثيل وقدمت عدة أعمال حبيتوها أكيد، وصلت لهاي المرحلة فضلكم ونجحت بالكوميديا والدراما. راح تعرفون أكثر عن رفع النجمي ببرنامج شعر بنات، انتظروني. رفع النجمي، أهلا وسهلا بيك ونورتينا، يا هلا بيك. أهلا وسهلا بيك حيدر، بيك وقناة العراقية وجميع الكادر وهذا المكان اللي كلش حلو. أوكي، أجواءه؟ أي كيوت، صدق كيوت. ضيافتنا دائما تكون شعر بنات. أي حلو. على اسم البرنامج، قصتك ويا شعر البنات. قصتي ويا شعر البنات، أول شيء يعني لحد هذا العمر أنا أحب شعر البنات. أوكي. كلش أحبه. أحس هذا الشيء من تشوفه صدق يرجعك للطفولة. بس إحنا من نقول يرجعك للطفولة يعني إحنا بعدنا لحد هذا الوقت إحنا عايشين بروح طفولة بداخلنا. حل. بعدني أسوي أشياء طفولة. أي. من الطفولة بعدها لحد الآن. أي. موجودة بيك. طبعًا. أوكي. أي. مثل شنو؟ الإخبال. والله يعني تشوفني أحزن بدقائق وبعدين خلاص هاي. ما خلي الحزن مطرح، اقعد ارقص واغنيه. اي اخبارات الطفوله شنو تتذكرين بعض المواقف؟ اي ادق الجرس على الجيران وانهزم. حلو. اي والله يا عيني. بعد كلش انت تونس من يطلعون الجيران يباعون وين انا خاتله اليوم فرحانه بالموضوع. اي بس مره انقتلت والله. مين من الجيران؟ لا من بابا، لان جوي قلوله يعني. اوكي. مو الشغله مو واحد يسويها، انا وخواتي. ها انتو خواتي تاخذيهم؟ اي انا خواتي. تحسين نفسك يعني عشتي الطفوله مثل ما ردتيها؟ لو اكو اشياء عوضتيها من كبرتي؟ هي مو عشتها، لا انا ما عشت الطفوله يعني حالي حال اي طفله، لان انا فقدت ماما بعمر الله يرحمها ويرحم والدك بعمر 6 سنوات. فتعرف طفله يعني بهذا العمر اي محتاج الحنان ام، خصوصا يعني يقولون دائما الطفل من يتمرض يكون قريب على امه تشوفه يعني خصوصا كبنيه يعني. بالضبط. اي يعني الله يرحمه ان شاء الله عوضتيه من خلال الاهل. انا ما احب بانه دائما افتح اكو ابواب هي تبقى مسدوده، عوفها مسدوده بس نذكرها بالخير بشكله. اذكرك بعض الاشياء، شنو اكثر شيء كنت تعاقبين بسبب وانت صغيره؟ نومت غير دقه الباب. نومت الظهر. اها انت خربطيه؟ لا شت انكتل على نومه الظهر. ليش يعني ليش الا تكتلون على نومه الظهر؟ اي يعني والله ليش الا تنامين؟ الا تنامين يعني ايش معنى الا نومه الظهر؟ راح تكتلوني على شيء ثاني والله يردون الا ننام الظهر. زين نمنا الظهر شو استفادينا؟ قعدت العصر. ما ادري يعني عندهم قانون. وهاي انت يوميا مكتوله من ورا النوم؟ اي احنا من كنا نجمع بيت جدي اني وبيت خالتي وهاي، فتحياتنا لهم. كنا من نجمع ننكتل من خالي. لان صير هوسه، شايف الاطفال من يجمعون كلهم؟ اي صير هال لمه العائله. اي فالا تنامون، لا بس تدعفونا بدنا نتونس. راح نبلش وياك، راح اضم لك الشعر بنات. اي لان خاف تلتين بيوت تذكرين هواي اشياء. أوكي. كادر نخليه يمكم. أوكي. حتى نرجع. شكرا. قبل ان طب الابداع اللي نشوفه والهوسه اللي قدمتيها، اكو مواهب ثانيه عندك مدفونه؟ مواهب ثانية؟ غير التمثيل، مدفونة بس ما تحبيني. شنو هي؟ بالله قل لي. هو أريد أعرف. لا شوف، هو الحمد لله والشكر نقول عليها الموهبة، طلعتها الطاقة بعد شوي شوي، هذا شيء قليل يعني. أي خلينا نحكي بتواضع شوي حيدر. غير التمثيل شنو؟ أي تقريبا. مثل شنو؟ يعني شوف أنا أحب أغني. يعني حلو؟ صوتك حلو؟ يقولون بس تدري أني أستحي أغني؟ اي والله حيدر استحي اغني. لعد منو عرف هاي الموهبة؟ يعني شوف هي اغني قدام الاصدقاء الاهل. اي والباقي من اغسل المواعين اغني. حلو. شلون شو المطبخ؟ اني كل شاطره. اي والله حلو. خلينا نبلش هسه وياك، لان انت ابدعتينا وتركتي بصمه حلوه بالشاشه العراقيه بوقت قصير. هاي البصمه اللي تركتيها بمجهود، اكو دعم من وراها؟ لو شفت الصدفة لعب الدور ويرفل وتركتي انطباع كلش حلو وكلش الناس فرحت. يعني ما أريد أقول لك إنه أنا من صغيرة أحب هذا المجال، يعني لأنه تكرر هذا الجواب عند الكل. أوكي. أي فأحب أتميز يعني شوية. يعني أنا الحمد لله والشكر ماكو شيء اسمه صدفة. كان أكو كاستنج لقناة فضائية، فرحت سويت كاستنج. رجعت للبيت وأني ما أعرف يعني انقبل لو ما انقبل راح يخابروني. بالضبط. أوكي. والحمد لله والشكر نزلت بهاي القناة الفضائية 3 أعمال
وبعدها نزلت بعمل رئيسي العام، يعني أنا أحكي لك عن العام. وبعد العام حققت فتشي كلش حلو، حبوا الناس زين وحس تحيرت الناس. ساعة كوميديا وتبت بجدارة الحمد لله، ساعة طلعت وبتشيت الناس بالقصص الموجودة. رفل وين أشوف نفسها؟ أني ما تخافين لا تضيعين بين الجهتين؟ لا والله لا أبد، لأنه شوف أنا أريد أقول لك شغلة، هذا الجواب ينقسم أني أجاوبك عليه والجمهور هم لازم يجاوب عليه. أوكي. أني بالنسبة إلي يعني أترك كل شيء للجمهور، لأنه الجمهور شوفاني يحب الممثل مالته. يعني دائما إحنا نشوف ممثلين نحبهم نقول هذا نحبه بالكوميديا ما نحبه بالدراما، هذا نحبه بالدراما ما نحبه بالكوميديا، فهذا شيء يبقى الجمهور. بس حبوش بالمكانين. الحمد لله. الحمد لله. أما بالنسبة إلي أني وين أميل، وين يكون اتجاهي دراما. أوكي. إيه حيدر أني أحبه أكثر من الكوميديا. أنت يعني عندك تحدي كلش قوي. الحمد لله. قبلت الناس. شنو بالتلموصل تجي تقدم دور ريفي وشكريه وهلا جاي، شلون ضبطت الامور؟ والله هي ضبطت، يعني شوفي فضل رب العالمين وبفضل واحد يكون عنده اصرار عزيمه. أوكي. يريد يسوي شيء، يريد يطلع الطاقه اللي بداخله، يريد يثبت. لا ابد ما خفت والله. اي ابد، يعني ابدا ما خفت الحمد لله والشكر. وبعد ما شفت نفسي انه اكو اصداء حلوه، الناس حبت الوسط الفني حب، يعني انت ما تتخيل انه اني اذا تسالني يعني بكيت ايش وقت بكيت اول حلقه بهذا الموسم تمام. العمل الرمضاني بكيت من طلع اسمي بطوله، والله بكيت صدق، يعني لانه هذا يمكن محصله النجاح اللي قدمه. اي الحمد لله والشكر. تحسين بانه الكادو هو كان طلاقه فعليه بالنسبه لك؟ اي طبعا. مجازف من ناحيه الدور. اي دور بنيه بصراويه يعني عادات وتقاليد وبيئه مختلفه عن بيئتك، حتى بيئه مختلفه عن بغداد. اي يعني انا قمت اسرج يعني من اليوتيوب من الاصدقاء، قويت نفسي. طيب بنات صالح، الماس مكسور، هم مشاركات لك بيها؟ اي بنات صالح كانت شويه الجاره اللعوب الوكحه. اي حبيت رغم انه هي شيء حبيتي لين قريبه عليك اخبارات وهالامور؟ مو بس هاي، انا احب هاي الادوار. اي كلش احبها. اي فشوف هي رغم انه طلعت باربع حلقات بس اخذت صدى حلو. حلو. اي بس المنطلقه تبقى الكادو. اي تعال نحكي هالسنه بدعتي الحمد لله بالتقديم، بس بنفس الوقت تحسين الشخصيه تخوف. لانه تطلع بنيه بهالدور هذا بهالحجم، صديقه مو امان. ما مفهومه نجاح موجود، بس ما خفتي من هاي الشخصيه اللي قدمتيها بانه خاف لا تكون ردود سلبيه من الناس؟ لان تعرفين الناس ما يعرفون بانه هذا الفنان اليوم قدم هذا الدور. اي يتشلب بالشخصيه يقول على الكره اللي قدم هذا الموضوع. تحكي عن مسلسل غيد. غيد. لا حبيتها. كلش حبيتها، يعني من البدايه خفت صراحه، يعني من قريت الشخصيه خفت. خفت يعني شخصيه مختلفه عن اللي انا قدمته. ف ويا المخرج طبعا تحياتي له، المخرج الكبير علي فاضل. نعم. استاذي ويا المخرج استاذ علي. حكى لي هو اكثر عن الشخصيه، عن القصه غريبه يعني، الشخصيه بعد اغرب. فقلت لا رفل لازم تشتغل هاي الشخصيه، شخصيه براء. لا خلاص براء ام بشاكل. براء لا هي مو مشاكل بقدر ما انه براء هي شخصيه ما تعرف شو تريد. اي ما تعرف شو تريد، تخبط هنا وهنا. بنيه تسوي اشياء بدون قصد. يعني خلينا نقول عليه غباء هيك يعني. طيب هاي الشخصيه خلينا نجي على الواقع. شلون تشوفين علاقات؟ تحسين بانه براء جزء موجود من عندنا بحياتكم؟ طبعا. طبعا اكو أسوأ من براء. مصادفته؟ الحمد لله والشكر، ما ادري ماكو خشب ادقه. انا حتى اصدقائي يعرفوني يقولون رفش قد عندك صديقات؟ انا كلش هواي حيدر عندي صديقات اجتماعي، كلش هواي، كلش احب صديقاتي. زين ما تخافين من عندهم يقولون غيره البنات تاذي؟ ما تدوم العلاقه بين البنات، بين الصداقه تكون دائما تكون وقتها قصير. ليش هاي دائما الحكي عليكم؟ والله تبقى انت وحظك، وانا حظي حلو. حظك حلو؟ اي والله حظي حلو الحمد لله والشكر. فاصادف بنات صديقاتي لا ما متعرضه من هذا الشيء ابد. لا ابد ما اتعرض. اكثر شيء محرج صار وي رفل شنو تتذكرينه؟ صرت بموقف كلش محرج. ايش قد هاي الوكاحه وايش قد هاي الاخبار موجوده؟ اي غطى على الموضوع.
يعني مواقف فيها هواي محرجة بحياتنا. مثل يعني أقوى موقف محرج خلي أقول لك اللي صار ويانا يعني اليوم. لا أشوف أكو موقف مريت فيه كلش محرج. أنا كنت لابسة كعب ورايحة بش اسمه خلينا نقول عليا فت حفل وياي أصدقائي وصديقاتي يعني قدام شاب كلش حلو وسيم وانكسر الكعب. شكيت حلو زين انكسر من وراء الوسام وما انت لو اي والله ما ادري حظي. لا هي تصير ويا البنات عاده والله يعني ما اعرف لو دقمه لو فت شغله لو فت ترشيه لو اي مو قلت تصير مو قلت كان شاب وسيم اقوى ما ادري بعد صار الله يسعدك على هذا الحكي. لا تصير هوايه وياي غير وياي لا كل شيء هواي تصير هواي امور اي طيب انت من نوع تتعلمين من اخطائك او لا حتى لو تكررت عادي رفل تمشي الامور لا شلون اي وغلط عن غلط يفرق يعني اكو غلط مثلا خلينا نقول عليه خطا عابر يعني يمكن تتعلم من عنده تاخذ حذرك منه بس اكو خطا درس قاسي بالحياه شلون ما تتعلم منه شنو الدروس اللي اخذتيها بحياتك انه ما اصدق كل شيء سمعه هاي يعني بابا يعني الله ينطي طولة العمر كان يقول لا تصدقون كل شيء نقال لكم أو يوصل لكم أي بالضبط فهذا الشيء يعني تعلمته منه يعني حكم ودروس بالحياة حلو بينما الإنسان يتعلم من والده بالضبط أي حتى يقدر يحمي نفسه من المجتمع بالضبط عالتش لو كانت حكومة أنت يا وزارة راح تأخذيها كوزارة؟ أنت عالتش عبارة عن حكومة أي كلكم بيها كل واحد ما أخذ الوزارة زين أنت شو راح تأخذني يا وزارة؟ اللي هي تمثلك ودورك بالبيت ها وزارة البيئة البيئة ليش منو شو مسوي بالبيت والله يعني شنو عليك البيئة والله شوف أنا دائما من أروح أسافر أوكي. وأشوف الشوارع أي بلد أروح أزوره أقول يعني بغداد تستحق أن تكون هي شوارعها بغداد تستحق أن تكون حلوة لأن بغداد هي بس اسمها حلو تستحق تكون شوارعها حلوه ما شاء الله هسه احنا اكو بيها بناء اكو بيها تطور بس نبقى نريد بغداد تشوفها باحلى صوره الناس لطفاء بحجم المصلحه شو يكون اسمك بالفتره اللي واحد عنده مصلحه وياك رفل تتغير الى القهار حلو هذا السؤال حبيته اكيد رفوله لا فله فلفوله صير اي ومن تنتهي المصلحه اي يسوك هالقدوتك حيج حلو والله واكو ناس تعرفين بانه هم جايك على مصلحه وتنتهي هذا وتحسين اكو تمثيل بالموضوع تكملينها تخلصين والله اسوي اي 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 اسوي اي اسوي حتى لو جاني المصلحه عادي اي عادي يعني ايوه انا عايشه الحياه عادي يعني كلش طبيعي عادي ما صدمت الناس هواي يعني كاصدقاء او ناس اقرباء لا يعني اذا يسوي شيء فما يعتبر صديق عادي انه دائما اخلي ببالي انه الانسان يعني دائما اراعي فكره ظروفه اللي عايش بيها يعني اقول مثلا سوى هذا الموضوع يجوز يعني كان راعي حالته النفسية يعني عادي عندي اي والله قلت توقع الحالة النفسية وصلت وياك الفقرة دام نحب نسأل بها ضيوفنا كل ابنية عندها فارس أحلام اي فترة المراهقة لحد ما تكبر وتتغير شنو رأيك نروح الفاصل وتحضرين مواصفات فارس الأحلام يلا ها اي تمام مشاهدينا الكرام نروح الفاصل ونرجع ويا فقرة فارس الأحلام وصلنا وياك الفقرة فارس الأحلام. أي. شنو مواصفات فارس أحلام شرفت؟ قبل له هسه. قبل خلينا نبدي من مرحلة المراهقة. أي. أوكي. مرحلة المراهقة؟ ما أدري بعدها هي. بعد الناس. والله شوفي طاوع ماكو بنية يعني ما عندها فد فارس أحلام مخيلتها. انطيني أنت مدام مخيلتك كبيرة.
اي خلينا نشوف. اي اوكي شوف، اني فتره المراهقه مو فنانين هسه، واحنا صرنا بالوسط هالشان يعني توضحني حيدر عادي خلص. فعشت فتره يعني المراهقه مثل ما تقول. اوكي شنو ما زلت اني احبه كلش، يعني احب يكون فارس احلامي يشبهه يشبهه يعني بكل شيء. كاظم السهر، هذا نمبر 1. اي فكنت كل ما يعني اتخيل ارسم انه هذا لا ما بي اصلا من كاظم، لا ما اريده. وانت هيك تقيسي؟ اي لا خلاص ما اريده. هذا شنو هاي مو طويل، لا وين يوصل لهنا اني لا ما اريده. لا بس اكو احس اكو فنانين بعدهم هسه موجودين يمنا، انت غلست عليهم. والله هي هواي اسماء يعني اشتبوا عليهم، احسهم انه فارس احلامي هذا يعني. أوكي. وبعدين تغيرت هاي المواصفات؟ صارت مواصفات عندك؟ اي اي تغيرت. صارت تغيرت يعني احس انه لازم كحقيقه يعني كرفل. اي أيوة. بالضبط. اني هسه حاليا لازم اعرف انه هو كعائله شلون عايشين، لان هذا كلش مهم عندي. اوكي. لانه اعتقد انه هذا مرات تعرف انه الرجال يقوم يعنف المراه وهاي احنا. اي والله والله جديات دا احكي لك من هالموضوع. طبعا لانه اذا متعرض للعنف من هو صغير هذا الشيء راح ياثر عليه من هو كبير. عكسه يمكن على طبعا بمعاملته زوجته. اوكي. لازم يكون دارس مثقف جدا الى مكانه بالمجتمع. هذا كلش مهم عندي، مثل ما تعبان على نفسي فاكيد الشخص اللي اني اريد ارتبط به لازم يكون استحقاقي، هم يكون تعبان اكيد على نفسه. حلو، انت مو ويا البنات الفتره الاخيره البعض انا ما اريد اشخصكم ظلهم يباعن بس على الجانب المالي. لا فلوس عنده اوكي، لا لا ما كذا، اريد هواي اكو احلام براسي اريد احققها. مو تحسيني شوي هذا الموضوع صار اوفر؟ شوف هو يعني اذا بالنسبه للفلوس ما اني هم عندي فلوس يعني هو ممكن يعني الله يكثره الحمد لله والشكر. فيعني ما اعرف شنو هاي اللي ما اريد همنا مثلك اظلم البنات. بس احنا قلنا البعض مو كلهم. اي بس نعم. يعني انه يعني ما اعتقد انه هذا الموضوع كل شيء مهم انه اني اريد رجل عنده فلوس حتى اقدر اعيش وياه، لا نعم. اكيد اذا هو يكون بخيل يعني يكون عنده فلوس بس هو بخيل، عنده فلوس بس مو حنين، عنده فلوس بس مو جنتل. اكثر شيء يخوفك بالزواج غير هذا الموضوع؟ اكثر شيء يخوفني بالزواج عقليته. وما احب ارتبط برجل يعني سوري خاف اقول هاي الكلمه يصير هجوم علي. يعني ما احب ارتبط برجل يكون مو ذكي. اي يعني احب ارتبط برجل يكون ذكي وقوي، يعني بين قوسين شجاع، لان الشجاع يمتلك كل هاي الصفات القوه والذكاء والحنيه. هاي المواصفات بعدش المستحيله يمكن بعدش ما لقيتيها؟ ان شاء الله حاليا ما اريد افكر بيها. أوكي. ابدا ابد ابد انت والله انت ما تفكرين بيها بس البيت يبدي الزين. ما ايش وقت نشوفك عروسه؟ مو ايش وقت الخاله وال احكي لي هاي المواقف. اي شلون تخلصين من عندها؟ والله ان شاء الله، بس ان شاء الله ان شاء الله سداد اشتغل اصير رديس النجمه وهاي وهيك شيء يقولك دائما يعني ان شاء الله نشوفك بلده العرس. ان شاء الله نزفك ان شاء الله ويا انسان تحبي تستاهلين شخص يكون مثلك. هاي الاشياء هواي اسمعها. اي فما اعرف اي تدري مرات اني احب هذا الشيء، احب انه اني البس بدله وعرس وزفه هاي كلها تونس اكثر من العريس على فكره. والله والله حيدر حلوه والله يعني ارقص بعرسي اشياء تونس ان شاء الله نعوضك اياها بدور. اي اي لا يجوز عوضوني اياها ما تدري انت. بعد هات تبقى انت لو تنطين الاسرار الموجوده اي لو تكنين بيها والله المخرج راح يقتلني. لا ما راح نحكي التفاصيل. اوكي انت بس انطيت شويه بيها شويه لا اشياء شفتوها. يعني هوايه تتخلصين من عندهم تقولون ان شاء الله وانتهى الموضوع. اي بس ان شاء الله الله كريم وهيك شيء. بس انا حاليا غير الصدق حيدر والله والله احكي لك اياها انه انا حاليا ما اريد ليش؟ لاسباب انه انا اقول بعدني هسه توني بدايه طريقي. خليني احقق الاشياء الحلوه اللي انا كنت كلش احلم بيها. خليني اوصل لاسم معين لمكان معين. ويعني هذا الشخص من يجي يكون عندي خلاص وقت له ان شاء الله يجي ان شاء الله ونفرح وتدزينا دعوه ان شاء الله. اكيد اعزمكم اكيد. خلصت هاي الفقره وصلنا وياك لاخر فقره هي فقره المرايه. اوكي عندنا هواي اسئله ضامن لك بيها. شلون شو الميك اب؟ لا مو شاطره مو شاطره. وين المرايه علاقتك شلون؟ حلوه
حلوة؟ اي كل شيء حلو. نبلش وياك. يلا. مشاهدينا الكرام ونروح لفقرة المراية لكن بعد الفاصل. رفل وصلنا وياك لآخر فقرة، فقرة المراية. شلون علاقتك بالمراية؟ حلوة دائما باوع عليها. دائما؟ اي. شو تسألين نفسك؟ دائما اسال نفسي انه اشوف نفسي دائما اني حلوه. حلو. ابع بعيوني هوايه. اي والله. ليش عيونك؟ عيوني احبها. اي والله. حسيها تحكي؟ اي هو اني اي شيء اريد اوصله لاي احد احكيه احكي بعيوني. فضيحه العيون. اي عندي حركات راسا، اللي يعرفوني راسا يعرفوني انه اني ضجت او تنرفزت او انقهرت او زعلانه من عيني. تحسين الوجه يلائم كل الادوار اليوم تقدرتي بيها؟ لو مو مهم اليوم، احنا مثل ما شفنا بالاعمال الاخيره أي. اختارون الوجه، حساباتك قد عددها غيرها من الامور الثانيه، انت تبتي جداره الحمد لله بغير موضوع. ممكن اشوف هو اني يعني اشوف انه الممثل كمشاهد تمام، كنت انه من اقعد اشوف عمل الممثل إذا يشتغل وعنده هاي الأشياء وده يمثل بصورة طبيعية، بس إذا ينقص الإحساس أنا ما راح أتقبله كممثل يعني. فأني أشوف الممثل مو بس يعتمد على أنه هو الحوار والشكل والكاركتر مالته، لا لازم إحساس يكون عنده. البتش كله حقيقي اللي نشوفه؟ أي طبعاً ما أقدر نهائياً، وهاي يعني دا يسمعوني زملائي الممثلين المخرجين اللي اشتغلت وياهم يعرفون هذا الشيء، انه اني ابدا ما استخدم القطره، واني قبل المشهد اعيش الحاله، اقعد اخذ وقتي يلا ابلش بالمشهد. بس ما شاء الله الحمد لله دا تعطينا عزت كامل الحمد لله. اني دقمه عند اسف شيء راسا. انت مدمعه؟ اني اي كلش. كلش والله. طيب رفل، انت وين من عمليات تجميل؟ أنا وين من عمليات التجميل؟ أنا خاف من لوبر حيدر. ما مسوي ولا عملية؟ لا أبد 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 ما مسوي، يعني خشمي هو نفسه زين حتى هالكبرى بس حلو. بعد شنو؟ وجهي خدود عدي لأن مدبدبة. بعد شو أسوي؟ أسناني الحمد لله والشكر حلوة. بس يعني شو أسوي بعد؟ شنو رأيك بهذا الهوس اللي صاير هسه؟ والله إذا أكو شيء يحتاج نجمله نجمله، بس بصورة طبيعية يعني. أي بس أنا بالنسبة إلي بالشاشة ما أتقبل أشوف أحد مسوي عملية كمشاهدة، ما أتقبل، أحس يعني الشكل مو طبيعي، ما دا ينطيني إحساس. أو تشابهة الوجوه تشوفيها كلها مشابهة؟ صح إي طبعاً، يعني بغض النظر إنه أكو يعني عندي شكل أشوفه أقول هاي مو هي نفسها اللي في، لا لا طلعت مو نفسها من الاسم. فأني بنية والله مرات أقول حقهم يعني والله كلش حقهم. أنا عربيش أنتي جريئة تحكيني بقلبك على لسانك. من تشوفين إنتي بنات أوفر صار حيوم بشكل مباشر؟ صار وياك هيك موقف؟ لا ما أقولهم ما أقولهم، بس هي العمليات التجميل الأوفر أنا ما أحبها أبد، يعني ما أحب الشفايف الأوفر، الأشياء اللي مسوينها الأوفر، يعني حتى أنا ما أعرفها. أي يعني ما أعرفها. أوكي. بس ما أحبها. رفل شلون نشوف شكلها وضعها شخصيتها من توصل لعمر 60؟ من أوصل لعمر 60؟ أقوم أشكر. ليش ضحكت شو الموضوع؟ ضحكني الموضوع. صافين من الكبر؟ أي والله كل شيء خاف، يعني أحس أنه أسأل مثلاً، ممكن يعني جوز أسأل على أطفالي وين صاروا تأخروا وهاي الأشياء اللي سويها مثلاً بيبيتي الله يرحمها. الله يرحمها. تسأل على مثلاً غراضها تستعزبين. تخيل أنه أنا صير هيك. تتغير كل الشخصية مو؟ مو أي. صير مو رفل. أي بس أنا أخاف من الشيب. من الشيب؟ أي والله كلش أخاف منه. أكو صبغ مفضل الموضة. أي بس يعني أخاف. ليش تخافين منه؟ ما أدري، أحس من أشوفه يعني أنقهر، أحس إنه أنا خلاص كبرت. هو الموضوع ما له دخل. بس ما أدري هاي عقليتي، يعني من أشوف شباب أقول يا كبرت يعني وأنقهر أقعد وأدخل دراما. إي يعني أنا قبل 3 أيام راح أفضح روحي لقيت شباية هنا أني قهرت وبكيت ودقوا لطو وباوع أتعلم راية، لا مو لهالدرجة يعني نقلل شوية دراما. زين فكلش انقهرت، قلت يعني خلاص يعني كبرت. سهلة الساعة الوحدة سهلة.
اي ما هي راح الوحده راح تجيب الثانيه والثالثه والرابعه. شكرا لك رفعت. شكرا لك حيدر. من خلال برنامج شعر بنات اتمنى لك كل التوفيق. تركت بصمه حلوه الحمد بدايه لله. كانت مهمه جدا اعمال حلوه ومنتظرين تفاصيل العمل الاخير. ان شاء الله نشوف اكو اعمال ثانيه قادمه ان شاء الله ومنها العربيه ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. اني اشكرك حيدر وامانه يعني اني هواي يخابروني على برامج بس اني ما اظهر ببرنامج لانه احس نفسي انه اني مو بالحوار شويه يعني تلقائيه فاخاف اروح زايد. ما شاء الله وحكينا عن هواي امور حلوه. اي شكرا لك وشكرا للكادر كله وشكرا قناة العراقيه والمكان يجنن. اني اقول لهم تعالوا لان تحسون بي هيك خبل. بس شكرا لك. وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. سعيد تكونين جزء من هاي الحلقه. قدمت هواي اعمال تركت بصمه حلوه وان شاء الله اشوفك بانطلاقة عربية. الحمد لله. شكرا لك حيدر وشكرا لكل الكادر وشكرا لقناتكم والمكان الحلو الجنن والاستقبال اللي يخبل. شكرا لك اتمنى لك كل التوفيق. تستاهلين كل الخير. شكرا مشاهدينا الكرام وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا بحلقة جديدة. مع السلامة.